السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا، وهذه الجولة الجديدة في الجامعة الإسلامية. فصل دراسي جديد يبدأ في الجامعة الإسلامية اليوم، نبدأه بالنشاط والحيوية لنرصد خلاله مدى استعداد الطلبة لاستقبال هذا الفصل الجديد. ابقوا معنا. آية قروت، صحف وإعلام. آية، كيف استعداداتك لاستقبال الفصل الجديد؟ والله فصل من بدايته منيح، خاصة مع المطر الحلو، وإن شاء الله تكون بداية خير. والله كنا أمل بوجه ربنا وإن شاء الله خير. أنا خريج يعني ومعدل امتياز، يعني متفائل أرفعه أكثر من هيك. إن شاء الله يعني بيكون فصل حلو، داخلين بحماس شوي بعد الفصل الأول، وإن شاء الله يعني بيكون فصل حلو على الكل وفي علامات عالية إن شاء الله. كيف كانت الإجازة؟ قصيرة حلوة يعني. حلوة، وبالجو هذا انبسطنا. والحماسة لاستقبال الفصل الجديد؟ والله يعني اليوم شتت، وإن شاء الله نعتبرها خير وبركة إن شاء الله. منيحة، ما قعدناش في البيت، لفلفنا كتير وانبسطنا. والله أنا كنت كتير مشتاقة للجامعة، وإنه ملينا من القعدة في البيت فيش بعد الدراسة، والحمد لله يعني في معنوية عالية للفصل الجديد. إجازة الفصل هذا تحديداً مش قوي، لأنه كنا نتدرب يعني في بين الفصلين، بس مبدئياً يعني حلوة يعني. كانت حلوة يعني كويسة، بس ما كناش في البيت، يعني كنا ننزل تدريب على محاكم وأشياء زي. برضو ممتعة كانت الجلسة، يعني استخدمناها في أشياء مفيدة من ناحية قراءة الكتب أو مراجع. والله الاستعدادات كويسة والمعنويات عالية، إن شاء الله يكون فصل أحسن من اللي فات، بيكون خير علينا إن شاء الله. إن شاء الله. كيف كانت الإجازة؟ والله هي كانت هيك وهيك، حلوة الحمد لله، حلوة يعني اتدربنا شوية، أنا بإني صحافة فيعني اكتسبت فيها شوية مهارات. طب العلامات؟ العلامات منيحة برضو. لا الحمد لله الفصل هذا أحسن من علامات الفصل اللي فات. جدا إن شاء الله عالية يا رب، إن شاء الله بنقدر ناخذ امتياز على الفصل الجديد. يعني هيك وهيك، إلا ما نتغلب في بعض العلامات، وفي علامات يعني بننبسط منها. كل التوفيق يضحى، وديري بالك على البالون. كيف بتتوقع الفصل الجديد يكون؟ إن شاء الله يكون أحلى، دائما احنا نتوقع نتمنى يكون أحلى، بس مش عارف. خليه على الأمل. والمعنويات عالية إن شاء الله الفصل الجديد؟ والله الحمد لله عالية، وعالية جدا عن سابقها. شكرا كثير ويعطيك العافية مشاهدينا. نكون هكذا اختتمنا حلقتنا لهذا اليوم، نلقاكم في حلقات قادمة وفصول جديدة وهمم عالية أكثر مع الجامعة الإسلامية وطلبتها المتميزين. علا أبو معمر كانت معكم، شكرا جزيلا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.